استضاف السيد خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور 40 شخصا من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المقر الرئيسي لمجموعة الحبتور، وذلك في إطار الحلقة الثانية من حلقات النقاش التي يدعو لها رئيس مجلس الإدارة مجموعة من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى حوار صريح. وقد حظي المشاركون بفرصة سؤال الحبتور عن آرائه حول موضوعات عدة تؤثر في المنطقة والعالم بشكل عام، وتطرق الحديث إلى مجالات الأعمال والسياسة والأعمال الخيرية والقضايا الاجتماعية. أي واحد من العالم كله يريد أن يعني الاحترام وتقديره بيكون جزء لا يتجزأ منا نحن، ولا نفرق نحن نقول والله أنا إماراتي وأنت انجليزي او انت افريقي او انت هذا، لا، نحن عائله واحده، هذه اللي بنيناها وبنوها قادتنا ان نحن واحد ولا نفرق بين الاديان، ان كنت مسلم او هندوسي او مسيحي او يهودي نحن او اسود او ابيض او هذا ما يهم، نبغي نحن الانسان المنتج في البلد. ادار الحوار الزميل يوسف المعمري، وقد تم بث الحلقة مباشرة باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصات عدة ومنها فيسبوك وبريسكوب وتويتر واليوتيوب. وحضر الجلسة أشخاص من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ولبنان وسوريا وماليزيا واليونان وألمانيا. وتحدث الحبتور عن اعتزازه بوطنه وبمجلس التعاون الخليجي وقال: نحن العمود الفقري للمنطقة، وذلك بفضل العلاقة المميزة والشفافية بين دول مجلس التعاون الخليجي. أشجع البلدان الأخرى في المنطقة على الاقتداء بنا. ونحن اللي هو الباك بون، اللي هي خاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، هم الباك بون للسند الكامل للأمة العربية كلها، وهذا لازم نفهمه بدون ما نضحك على أنفسنا، لا دولة كبيرة ولا صغيرة، نحن السند. وتطرق الحبتور إلى الانفتاح الذي يتمتع به قادة الإمارات على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن الفضل يعود إلى الرؤية التي وضعها القادة السابقون وعلى رأسهم المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والتي تستكمل من خلال قادة البلاد الحاليين. وأضاف: اعتمدت دولة الإمارات منذ تأسيسها سياسة الباب المفتوح، قادتنا مستعدون للاستماع إلى مواطنيهم، وهذا لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم.